شو بتعرفوا عن جيت تونس؟ يلا لا ما في حدا بيعرف هلا. شو بتعرفوا عن جيت تونس؟ هلا شو قدر من المجال. طب خلينا نشوف فيديو بيجاوبنا على هذا السؤال. شو كانت في كانز، وكمان الفيديو بتحكي شوي عن إلكم يعني إلكم أنتم إنه بتكتبوا مقالات والصور كيف بتجيبوها. على كل هلا رح نحكي عن لايسنس. في كتير عالم ما بيعرفوا بياخذوا أي لايسنس من كريت في كانز وبيحطوها عندهم. رح نبلش بأول وحدة اللي هي أتريبيوشن سي سي باي، بتخلي يعني بتعطي الحق للثاني إنه يعمل ديستريبيوشن، يوزع الشغل تبعك، إنه يعمل ريميكس على الشغل تبعك، إنه يعدل الشغل تبعك، وكمان بتعطيه الحق إنه يستخدمه تجاريا، يعني في يربح مصاري، وبس as long as بيكون اسمك مكتوب على الصورة أو على المقال أو على الصوت تبعك. وعلى هاي اللايسنس هاي صارت لي قصة كثير حلوة. دائما بحط صوري على الفليكر. في يوم اجاني ايميل من الصحيفة الألمانية دوتش بيل، بعثوا لي قالوا لي لقينا الصورة هاي تبعك وبدنا نستعملها في مقال عنا في الجريدة، فشو رأيك؟ إنه في العادة ما بياخذوا رأيك، أعطيتيهم أوريدي الحق إنك يستعملوها بس من أدب قلت لهم أوكي استعملوا الصورة، بعثوا لي جريدة فوقها بعثوا لي مصاري، بعثوا لي حق الصورة. كثير حلو، كثير كثير حلو. من وقتها أنا قبل كنت عم بستعمل الأتريبيوشن اللي اللايسنس اللي مقفولة، يعني بعطيهم الحق بس للشير لأولاد الشير بس. من وقتها بلشت كله سي سي باي كله. بدنا نروح على الثانية اللي هي سي سي باي اندي، بتعطي فيك تعطيه الحق إنه يستعملها تجاريا وما بيستعملها في نفس الوقت تجاريا، إله تشويس يعني. As long as ما بيغير فيها ولا شيء بيخليها مثل ما هي والكريدت لإلك، يرجع لإلك ولإلك، أوكي؟ اللي بعدها بتقول إنه سي سي باي ان سي اس اي، فيك تعمل ريميكس، فيك تعمل تويك، وفيك تعمل ريبون، يعني فيك تنسق تعمل شيء على الشغل هذاك بتزيد شغل ثاني فوقه. مثل هاد أنا بيعجبني كثير للي بيعملوا ريسيرش، إنه ليش حاطط الريسيرش تبعك في المكتبة أو في الخزانة خلي حدا يستفيد منه. طب تعال هذا اندر سي سي هاي وخلي التانيين بيشتغلوا عليها بيضيفوا لها اشياء. انا وصلت لمرحله معينه في الريسيرش تبعي، فيك انت بتزيد لوين وصلت وبنعمل شيء مجمل. هاي اللايسنس، هاي اللايسنس بتخليك از لونج از بتستعملها از لونج از كريتر، يعني يرجع الحق لك. وكمان لما بدك تحط الشغل تبعك اللي هو فوق الشغل تبعي تستعمل نفس اللايسنس هاي، ما بتغير، ما عندك حق تحط لايسنس ثاني، اوكي؟ الثالثة شير لايك، يعني فيك تعمل ريميكس، فيك تعمل تويك، فيك تعمل بيلد ابون، وفيك تعمل كمان التجاري، يعني في بنفيت تجاري بيجي منها. نفس الشيء تبع الثانية، تبع الأولانية اللي شفناها من قبل، يعني الشيء اللي بيتغير بس إنه الكوميرشال يعني. خلي الثاني يربح منها، اوكي؟ الثالثه نفس الشيء بس ما في ربح تجاري والكريدت لإلك، دائما الكريدت بيرجع لإلك، هاي احسن شيء في كريتيف كومنز يعني. منا الكوبي رايت ما بتعطي ولا حق لولا حدا، الكريتيف كومنز بتعطي حق للثانيين وفي نفس الوقت لإلك بيرجع.
بتخلينا ندفع قصة تسرق شغل تاني. تعال تسرق لك شغلك أنا ما بحط اسمك عليه. هلا بدك تاخذ شغلي مثل ما أنا بدي يعني بحب بالإرادة تبعي أنا، بس حط اسمي، يرجع اسمي دائما في المراجعة. الأخرني هاي اللي حكيت لكم عنها اللي بيكون شغله كثير عزيز عليه وما بده حدا يعني يغير فيه ولا شيء، بس إنه يعمل دورات وشيك وخلص ما في أكثر. والكريدت كله بيرجع لك. هلا رح نحكي شوي على الكريدت كاونتس في تونس، إمتى بلشت وشو عملنا في تونس؟ وشو احتضنا فيها يعني؟ كان الـ Third Regional Meeting، Arab Regional Meeting تبع الكريدت كاونتس في تونس عملناه وكان شيء نوعا ما خارق للعادة. ليش؟ عشان كان في مداخلات، بس أكثر شيء اشتغلنا عليه هو workshops. جبنا من العالم العربي كله artist وكمان من برا من أمريكا ومن فرنسا، جمعناهم كل واحد في غرفة يعني في ورشة، في الميوزيشن كلهم مع بعض، حطوا بعضهم على الطاولة قعدوا، واللي ألف شعر، اللي أخذ الميوزك اللي already under CC وعملها ريميكس وعمل منها شغل لحاله، في الصحفيين اللي بلشوا يكتبوا على الشغل هذا، في كمان الرسامين الكاريكاتوريين هن كمان قاعدوا بيشتغلوا في طريقة إنه بيعرفوا على CC. وتوجت الميتنج حتوج بأنه آخر يوم عملنا حفلة كونسرت كان في متحف بارو ديروجي نجمة زهراء في سيدي بوسعيد، كان مفتوح للعموم كل العالم اجوا، وفيه اللي كل اللي اشتغلنا عليه في الورشات يعني الميوزيشن عملوا غنوا الشغل تبعهم يعني عزفوا وغنوا الشغل تبعهم. في هاي الصورة الثانية هذا مغني مصري كمان شاعر، وهذيك مغنية تونسية في العلو اسمها عنيا، كثير 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 حلوة. كان بدي سمعكم بس الوقت كثير قليل. شيء ثاني اللي عملناه في كريتيف كان سيسي سالون. سيسي سالون الشغل اللي اشتغلناه في الميتنج أولاني اللي من الأغاني وكل شيء عملناه، جمعنا جرانتس، أجرنا استوديو وسجلنا هاي الأغاني لتكون موجودة يعني في مختومة عليها. وكمان في سيسالون حكينا على كريتيف كاونتس، عرفنا فيها عشان مفتوح للعموم يعني كل العالم، جمعنا فيها صحفيين، جمعنا فيها ارتست وقدموا شغل إلى، وكمان جمعنا جماعات الأوديو جوف في تونس اللي هي بيشتغلوا من قبل على أندر سي سي، وفهمنا أكثر القصة شو بتصير كيف بتصير معنا. في كريتيف كاونتس شيء اسمه كل رمضان سي سي إفطار بيصير في العالم العربي كله. مثلا في قطر بيصير في أفخم المطاعم، يعني في أفخم مطاعم. في تونس بما أن ما عندنا كثير مصاري كان شو عملنا؟ رحنا على البارك تبع سيدي بوسعيد، حكيت مع الجماعة قلت له كل واحد بيجيب أكل وعملنا بيكنيك على الأرض. يعني في كانت صورة القطر هن الجماعة قاعدين وكيفين هيك وكان حر وإحنا قاعدين على الأرض، بس كانت كتير حلوة. في هاي سي سي إفطار عملنا شغل الأكل أوف كورس وشغل الأيدياز تبعنا وشو بدنا نعمل في المستقبل كبروجيكتات لتكون في كامس في تونس. بس للأسف يعني وقفت شوي كريتيف كاونتس، وهلا رح نرجع إن شاء الله. الفيوتشر بروجيكتس تبعنا رح يكون أول شيء أفيليشن نعملها، وبدي أشكر سيد نزار حبيبي كمان على أقدم مهرجان سينمائي في حياتي.
دونك الفكره كانت معناها بالتوازي مع مهرجان قرطاج ايام قرطاج السينمائيه نعمل ايام قرطاج السينمائيه الفرد ويكون فيه عرض لافلام تحت كريتيف كومنز يكون لايك بارالي ايفانت ايام قرطاج السينمائيه افلام تجاريه ايام قرطاج السينمائيه الفرد افلام تحت كريتيف كومنز لايسنس دونك ان شاء الله مع مجموعه كوميتي كل فتره نحاول نفهم يكون يكون في المستقبل هذا هو اول مهرجان ايام سينمائي الفرد توجه الرسالة للعالم العربي اللي موجودين هون أي حدا عنده ideas أي حدا عنده project للسيسي فيه بليز اتصل بالرجل الكوتينيتي تبعنا هي نعيم وزريف أنا فيكم أعطيكم الإيميل تبعكم تحكوا معه في تونس بتحكوا مع أي حدا عنده projects أو شيء أو أي ideas هيك بتجي على بال نحكي مع بعض ونشوف وكمان بدنا بلانتين يسمعون في تونس نصير شوي يعني في الأخير رح أقول دونيت تو سي سي تو كريتيف كومنز شكرا دونيت تو سي سي نوت تو سي سي نضع كل المداخلات على ويكيميديا كومنز لكن هذه المداخلة لا نستطيع أن نضعها على كرياتيف كومنز لماذا؟ No commercial. You cannot choose it in ويكيميديا كومنز. أوكي. هذا هام جدا العديد من المستخدمين في ويكيبيديا لا يفرقون بين الرخص المشاع الإبداعي. أي رخصة فيها NC أو ND No Derivative Commercial لا نستطيع وضعها على Creative Commons No Commercial لأن المحتوى الذي نضعه على Wikimedia Commons يمكن استعماله لغايات ربحية Wikimedia Commons تخول استعمال التجاري للمحتوى You can ask Wikimedia Foundation and stuff why we don't accept no commercial or no derivative. هي نوعا ما ثقافة يعني بتبلش مثل ما قلت لكم بتبلش انه داونلود وشير وخلص بعدين يعني شوية شوية بتبلش مخك بيفتح بتشوف اشياء ثانية بتشوف عالم يعني نوعا ما ثقافة بالوقت بتكسبها منا هلا شغلك عزيزة عليك ما فيك تعطيه لحدا هيك بيقول بس بالعالم اللي احنا عايشين فيه خلص لازم نفتح لكل الناس انه بيعملوا شير وإذا كانوا ناس حلال بيعطوك المصاري ما تخافش I wish you'd all stop saying ND because I keep thinking you're calling my name. No derivative. طبعا بالإضافة للنقطة اللي طرحناها قبل شوي حق الكوميرشال يوز اللي كان ودي حد إذا أحد عنده أي معلومة أنا عارف إنه أنا وصلني تفسير للنقطة هذه إنه مثلاً معرض له رسوم دخول مثلاً معرض تجاري له رسوم دخول فما يقدر يستخدم الصورة إلا إذا كان في commercial use بس برضو في ناس يرفض يقول لك أنا ما عندي مشكلة أعطي صوري لأي شخص يبغى يستخدمها يبغى ينشرها يبغى يسوي أي حاجة فيها لكن مش commercial ويعني مع وجهة نظر إنه هذا شغله يقدر يتحكم فيه فودي أسمع تعليق أو سبب منطقي إنه commons تمنع أو ويكي commons تمنع شيء هذا النقطة الثانية اللي هي نقطة قوانين الدول العربية يعني أتكلم أنا عندي في السعودية مثلا ما في أي حاجة عن creative commons ما في أي حاجة عن التراخيص الحرة ما في أي هو مجرد نظام حقوق مؤلف وإنه جميع الحقوق تعود إلى المؤلف من دون أي تفاصيل من دون أي يعني أي شيء في القانون ممكن يتيح الرخص هذه فما أدري كيف ممكن تطبق في الدول العربية
نفسي مشكلة في التعليم الدولي. ملاحظة صغيرة قبل أن أعطيك كلمة الإجابة، هي قبل هذه المشكلة أن بطباعة صور المشاركة في ويكي لابس مونيمنتس في تونس. عندما وضعنا صور عند العرض باسم جمعية سيليبر الثقافة الرقمية الحرة ونزار معنا، عندما وضعنا صور العرض طلبنا أو أردنا أن نحصل في مداخيل الجمعية، فلذلك عرضنا الصور للبيع. فاتصلوا بنا المشاركون في المسابقة وقالوا لم نعطيكم الترخيص لربح المال، لكن قلنا لهم استعملت ويكي لابس مونيمنتس، استعملت ويكي ميديا كومنز، فهي تخول استعمالنا. هذه المشاكل ربما لم نستطع تبليغها وذلك من الأول، لكن صحيح بعض عزيز عليها فعال إنتاجات اللي يريدون إضاعها في رأس العالم العربي عم يقدم يوم عشرين للترخيص هاي حق المؤلف. حسب ما بعرف إن الأردن مو يعني الأردن عندهم قانون للحق المؤلف وللقانون الذي موجود بس على السيسي. تونس راح عم نشتغل عليها، مصر أوريدي موجود، السعودية أفهم فيه بس خليني شو قطر كورس قطر قطر هاي بس لمحة صغيرة كيف بستعمل اللايسنس سي سي. بتروح على creativecoms.org فيكم بتختار الاشياء اللي انت محتاجه بتروح تحطهم هون، تحط الشغل تبعك تايتل الاتريبيوشن الاتريبيوت البيوريت تبع الشغل تبعك، وبعدين هون تجيك اللينك يعني فيك انت تاخده وتعمل كوبي على الويب سايت تبعك تجيك اللينك. اوكي يعني ما تعمل كوبي باست. خلص شكرا. شكرا على المداخلة. سؤال سريع، هل في محاولة حالية للحصول على قاعدة بيانات عن صور من وزارات أو من شركات إعلامية مثل الجرائد والصحف أو في تونس؟ نعم شكرا.